مشاهدينا للمزيد تنضموا إلينا من مدينة العلمين الجديدة مفادة التلفزيون المصري ريهام أديب. أهلا بك ريهام. كذلك ينضم إلينا من هناك الزميل الكريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري. يعني نبدأ بك ريهام، ماذا عن اللقاء الأخوي الذي جمع الرئيس السيسي بالعاهلين البحريني والأردني والرئيس الإماراتي بمدينة العلمين الجديدة؟ هذا اللقاء الأخوي الخاص المصري الإماراتي الأردني العراقي البحريني بالفعل له أهمية خاصة، رغدة لأنه بيأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات المختلفة التي تحيط بالعالم بل وبالمنطقة العربية طبعا على وجه الخصوص، في ظل التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية الروسية بشكل خاص على الدول العربية بسبب طبعا الأزمات الخاصة بالغذاء وأيضا أزمة الطاقة، بالإضافة أيضا إلى تداعيات أزمة كورونا. هذا اللقاء الأخوي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عنه بمختلف أوجه التقدير والمحبة، عبر عن تقديره ومحبته والمودة التي دائما ما تتسم بها العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تربط مصر بضيوف مصر الكرام وأشقائنا العرب الذين شرفوا مدينة العلمين الجديدة. كذلك أيضا القادة العرب الذين شرفوا مدينة العلمين في هذا اللقاء الأخوي المهم للغاية عبروا عن كامل تقديرهم لكل ما يتم من جهود مبذولة وجميع المساعي التي تبذل خلال الفترة الراهنة من أجل تحقيق كل ما تتطلع إليه الشعوب شعوب المنطقة بالكامل في ظل التحديات والأزمات المختلفة التي تحيط بدول المنطقة. هذا اللقاء الذي تم بدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيأتي في إطار التنسيق والتشاور المتواصل بين جميع الدول العربية، وذلك من أجل العمل على تحقيق التعاون بينها وبين بعضها البعض، العمل على تحقيق العمل العربي المشترك وتعزيز أيضا كل ما يتعلق بالتضامن العربي المشترك ووحدة الصف العربي من أجل مواجهة مختلف التحديات الموجودة في المنطقة لتحقيق السلم والأمن الشامل في المنطقة والاستقرار أيضا، وعلى الجانب الآخر التعاون الذي من الممكن من خلال هذه اللقاءات الأخوية ومن خلال القمم المختلفة أنه يعمل على الوصول بالعلاقات بين الدول العربية وبعضها البعض إلى مستويات أرحب ترقى إلى الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في النهاية في تحقيق التنمية المستدامة والبناء والازدهار. وهذا هو التقارب الذي يحدث دائما بين مصر ومختلف الدول العربية الشقيقة وبشكل خاص طبعا ضيوف مصر الكرام الموجودين في مدينة العلمين الجديدة. اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في قصر الرئاسة في مدينة العلمين ضيوف مصر الكرام الملك البحريني وأيضا الملك الأردني وأيضا رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء العراقي، وذلك من أجل مناقشة مختلف الأزمات والتطورات الإقليمية والدولية وعرض وجهات النظر المختلفة والآراء تجاه كل هذه التطورات الإقليمية والدولية والأوضاع في المنطقة بشكل كامل، بالإضافة أيضا إلى التباحث حول كيفية تطوير العلاقات الأخوية وكل أوجه التعاون بين مصر وهذه الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص بالتأكيد طبعا أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري. وهنا أشير رغدة إلى مدينة العلمين الجديدة التي تعتبر بالفعل لها أهمية كبيرة ورمزية كبيرة لكونها إحدى أهم مدن الجيل الرابع وجاذبة للاستثمارات وجاذبة للسياحة بشكل كبير بما لها من مقومات، فهي تتسم بخدماتها المتكاملة، يعني هي تعتبر مدينة متكاملة بكل ما فيها من المعايير الحديثة في البناء وفي الطرق وفي المباني السكنية
والأبراج وناطحات السحاب والمستشفيات والجامعات والمدارس. هنا أحدثك رغدة من الكورنيش، وطبعا أكيد الصورة بتعبر عن نفسها، والكثير من الأبراج السكنية الموجودة والمراكز أيضا التجارية المختلفة. إذن هذه المدينة التي تعتبر بالفعل مدينة جاذبة سواء بالنسبة للسكان، لأنها أول مدينة مليونية في على الطريق الساحلي أو على الساحل الشمالي بشكل خاص، وقادرة على استيعاب عدد كبير جدا من السكان، فهي تم تصميمها من أجل الحد من التكدس السكاني في القاهرة. هذا من ناحية، بالإضافة أيضا إلى أنها جاذبة للاستثمارات من خلال المشروعات المختلفة الحديثة والتي تعتمد على أحدث الأساليب التكنولوجية. أول محطة لتحلية مياه الشرب وذلك بتكنولوجيا التجفيف، كذلك أيضا بيتم استخدام الإضاءة بالطاقة الشمسية. أيضا في كل المناطق هناك اهتمام خاص بذوي القدرات الخاصة، تطور في الطرق، تطور في الحارات المرورية بشكل كبير، اللافتات الإرشادية أيضا موجودة في كل مكان هنا في مدينة العالمين الجديدة. وربما طبعا يعني كما تشاهدين من خلال الصورة أن هناك عدد كبير من المصطفين، بالإضافة أيضا إلى عدد كبير من السائحين الأجانب من مدينة أو في مدينة العالمين الجديدة، التي أصبحت أيضا تستضيف أبرز اللقاءات الهامة، مثلما حدث في هذا اللقاء الأخوي الخاص الذي يتسم بأهميته الكبيرة في هذا التوقيت وتحديدا من مدينة العالمين الجديدة. إليك رغدة. نعم ريهام.